طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا في مثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نريد أن نتحدث حول موضوع القوات الأمريكية. هناك مستجدات حول الجدل بين بقاء القوات الأمريكية وطلب الحكومة لبقاء هذه القوات. طبعا أصدر رؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمنية والعسكرية في الكونغرس الأمريكي بيانا يوم الاثنين الماضي، حذروا فيه من عواقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والبنتاغون يجري مراجعة لخيارات عرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي في العراق وفي سوريا. في الوقت نفسه يستعد البرلمان في العراق لإعداد مسودة مشروع قانون يدعو إلى سحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، وجاء في البيان الصادر عن الكونغرس منصه على أن الولايات المتحدة تستمر بتعهدها لدعم العراق، وقالوا بأن مدربين ومستشارين أمريكيين وبطلب من الحكومة في العراق ساهموا في وضع الأساس لعراق ديمقراطي آمن كما قالوا وادعوا، واشتمل ذلك على كذلك على تدريب أكثر من 89 ألف جندي من الجيش وألوية الحرس الوطني، ولكن يتوجب علينا أن نضمن استمرارية بقاء هذا الاستقرار. وحث قالت اللجان إدارة الرئيس ترامب على الاستمرار بالعمل التدريبي والإنساني المشترك في العراق بعد تحرير الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش. هذا ما جاء في يعني بيان لي أو تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي. وطالبوا أيضا بأن يكون هناك تنسيق أكثر قربا بين منظمات إغاثية دولية وشركاء في هذه المهمة بضمنهم الأمم المتحدة وحلفاء أوروبيون وبلدان الخليج العربي. جاء في البيان أيضا الذي وقعه قالت لجان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأضافوا بأنه سيكون من الخطأ عند هذه المرحلة الحرجة الانسحاب من العراق في وقت يسعى فيه البلد للحفاظ على سيادته من التهديدات الداخلية والخارجية وبناء ديمقراطية مزدهرة كما قالوا. وكان الرئيس ترامب يسعى لانسحاب كامل من سوريا، ولكن الإدارة الأمريكية تتحدث الآن عن التقليص والإبقاء على قوة صغيرة. إذن بقاء القوات الأمريكية في العراق، وهناك تصريحات وطلبات من قبل الحكومة ومن قبل رئيس الجمهورية لبقاء هذه القوات. معنا اتصال أبو زينب من النجف. تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل عام وأنتم بخير. حياك الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لهذا الموضوع، الإمام علي عليه السلام قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا وهانوا. هسه احنا مغزيين بعقر دارنا، مو محتلين احنا. أما هذول الحكومات المتعاقبة هي مو أكثر من دمى تحركها أمريكا من وراء الستار. زين، احنا كان المفروض أنه هذا قانون بالأمم المتحدة أنه الدولة إذا احتلت من قبل دولة أخرى تكون حماية أمنها الداخلي والخارجي من قبل الدولة المحتلة للدولة المحتلة الثانية. يعني أمريكا هي المسؤولة عن أمن وطن العراق،
هم بالعكس خلوا العراق التصفيات وجابوا له داعش وجابوا له القاعده وجابوا له كذا سواء فئه طائفيه وشيعه وسنه بس خلوا لك العالم تذابح. نعم. اخروا له 16 سنه عن التقدم والبناء. استنفذوا طاقات العراق، استنفذوا شبان العراق، دمروا البنيه التحتيه، دمروا له دمار، انه بيجيك ابو ايران من جهه، ابو سوريا من جهه، ابو الاردن من جهه، ابو السعوديه، ابو تركيا. يا من عنده فد مشكله بلده يشيله حطها بالعراق. لان ارضنا شاع صرنا. اخر شيء هسه هاي مالت الباغوز، ما باغوز قام يجيبوا لك ما تبقى من داعش يذبوا بالعراق، زين شنو ارض تصفيات؟ حكومه وطنيه ما عندنا. سياده وطنيه ما عندنا. نعم. تتابع وياي؟ يعني احنا كحكومه باسم حكومه عراقيه ما موجوده. انما حكومه متحكم بها. كل جزء حسب الحزب اللي ينتمي الى الدوله اللي هو كان بيها او عايش بيها. حكومه وطنيه المفروض ان يبنون جيش عراقي صميمي قوي. واعاده تسليحه واعاده الصناعات واعاده الزراعه. شنو احنا نستورد حتى الطماطم والخيار؟ عيب. احنا بلد كنا صناعي زراعي وتجاري وسياحي. تدمر كل هذا. يعني في ظل يعني هذه المحاصصه ابو زينب، انت برايك في ظل هذه المحاصصه نقدر نبني جيش؟ جيش صحيح يعمل البلد؟ لا لا ما يخلوك، تعرف ليش؟ لان اكو قوة اكبر من عندك. نعم. يعني الان انت 6000 صفر على الشمال بالنسبه لايران. ما عندك قوة. لا اقتصادية، لا قوة عسكرية، لا قوة صحية من كل جناح، ولا قوة مالية. زين مبررات تدمير الدينار العراقي. يعني راح حكم البعث وراح صدام وراحت الحروب وراحت الدنيا، ليش ما يرجع الدينار يعادل 3 دولارات ونص؟ ها؟ نعم. يومين طالع لك البدعه، انتم تحت البند التابع وانتم ايران تطلبكم وانتم الكويت تطلبكم وانتم كذا. زين مو هذا ذاك نظام هو اللي سواه، احنا ايش علينا؟ احنا شنو ذنبنا ندفع هاي الفاتوره؟ بعدين ليش ما يعيدون البناء مال الصناعه والزراعه؟ سدوا علينا مي تركيا وايران وغيرها. يعني هاي الكويت اللي كلها رمل والسعوديه كلها رمل، والله يعني احنا عندنا نهرين هم يصدرون مي. وبالمناسبه احنا على اساس رواتب المعلمين والمدرسين على اساس نستلمها البارحه. نعم. عيد نوروز مال عيد الامام علي وخلونا من اجلونا منا للاحد. ما يستحون ما يخجلون مو عيب عليهم. وشكرا جزيلا. شكرا ابو زينب من النجف. كان معنا اتصال ابو احمد من البصره. تفضل ابو احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. نورت وشرفت حبيبي. حياك الله يا اهلا بك حبيبي. بالنسبه للامريكان الامريكان ما يطلعون من العراق هاي شيء يعني مساله منتهين من عندها، لانه هم دول الاحزاب من جابهم؟ الناس المرتزقه من جابهم؟ جابتهم امريكا على الدبابات. وهو العراق تقسم اصلا قسم الامريكا وقسم الايران وشنو بقى به العراق؟ كل شيء انباع. اصلا احنا بالوقت الحاضر ما عندنا دوله، دوله ما صلى الله وكيلك، وانما احزاب مرتزقه تحكم العراق. شو بقى به العراق؟ هو شنو بقى العراق؟ وزير انت شايف وزير يكذب على الشعب، رئيس وزراء يكذب على الشعب، يضحكون على العالم انت قطع اراضي وانت قطع فلان شيء وفلان شيء وكل شيء ما فيه. تروح للحقيقه تجي يضحكون يخدرون بهالشعب هذا المسكين، وشباب كلها قاعده بطاله، شنو بقى به الشعب يا اخي؟ الشعب انتهى، العراق كله انباع، وين الميناء الفاو؟ وين ميناء عبد الله؟ وين شفق حتى الحدود مالتنا راحت، الاردن ماخذه صفحه، سوريا ماخذه، السعوديه، الكويت خذت صفحه، ايران خذت نص الحدود، شفق بالعراق؟ ما تقول لي شنو اللي بقى دي؟ والاكراد الصفحه. زين؟ شنو بقى؟ تعال شوف حال الشعب وتعال شوف حال الناس. والله العظيم ماساة، ما منها ماساة. زين لولا لو يجي واحد اسرائيلي يحكم العراق اشرف من هذول ب 1000 مره. زين لولا زين دعوا ذكر الاسلام لولا من قال كل اوقات الشيعه راح يتقدرات على السجن هذا. زين ابو احمد، اليوم الحكومه والرئيس برهم صالح يطالبون الامريكان بالبقاء، بقاء القوات الامريكيه في العراق، بينما يعني الميليشيات والاحزاب اللي لها علاقه واللي تابعه لايران يعني عازم يقول لك احنا لازم الامريكان يطلعون من العراق. شنو رايك؟ الصوت شوي خليه واضح لي. تسمعني؟ الو تفضل. تسمعني؟ اقول لك الرئيس برهم صالح والحكومه، حكومه عادل عبد المهدي،
بالجديد طالبوا الأمريكان بالبقاء بالعراق، بينما الأحزاب اللي تابعة لإيران ترفض بقاء القوات الأمريكية وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية. شلون نقدر نحل هذه المعادلة؟ الجماعة بنفس الحكومة وربما بنفس الحزب، وهذا يطالب بشيء وذاك يطالب بشيء آخر. أقول لك ابن عمي، هي الله وخير عليك، هي مسرح العمليات صار راح يصير بالعراق وبهالبلد هذا المظلوم. نعم. زين، هو هي إيران الله وكيلك مصلحتها ويا أمريكا، وأمريكا مصلحتها ويا إيران، وهو مجرد أنه دمار العراق. العراق ما بقى بشيء بعد، العراق انتهى من إجا دولة لحد هاي الساعة. هو العراق انتهى، شنو البقى دي؟ شنو البقى دي؟ بس قل لي الله وكيلك، الناس هسه عايشه هالشكل على دمها، شو ماكو؟ عوائل وناس مهجرة وناس مظلومة وناس قاعدة بالبار وقوتها ما محصلتها، وبلد النفط هذا بلد الخير والشعب حصل عليه بسلس، شنو حاصلين احنا من البلد هذا؟ بس قل لي أسأل، لو اكو هجرة هي العالم الله وكيلك تكتر باحت خادي حصلوا لإسرائيل وتخلص من هذا البلد، شنو اللي حصلناه من هذا البلد؟ الله وكيلك. زين؟ نعم. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من البصرة، كان معنا اتصال سعد من ميسان، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك لهذه اللقاء. حياك يعني الله. الحكومة العراقية يمتأكو حكومة، يعني يمتأكو ماكو. يعني ناس عصابة سلطوا على البلد بطريقة غير رسمية، ترى لكل الانتخابات اللي دعت إلى قيادة الإدارة المركزية للعراق هم ناس بالتزوير صعدوا وبالأحزاب وبالتأثيرات الأخرى. بعدين شلون يكونون جريئين وشج، يعني عندهم قرار شجاع يعني يقولوا للأمريكان أطلعوا من البلد؟ ماكو عندهم هيك جرأة، لأن هم إجوا عن طريق الأمريكان، فهم عملاء للأمريكان، وأعتقد هم الآن مشهورين جدا بعد كل هذه المعاناة، مشهورين جدا بأنه الأمريكان هم اللي يديرون البلد. هم مو رجال، هم أشباه الرجال. وراح أقول لك شلون، لأنه لحد هذه اللحظة أنهم الأمريكان وصوا توصية بأن عدم إعادة البنية التحتية للعراقيين، عدم إعادة المصانع والمشاريع الصناعية للصناعة الوطنية. والآن كل إحنا بنستورد من خارج العراق، والعملة العراقية تخرج خارج الحدود العراقية، تروح إلى إيران إلى السعودية إلى تركيا إلى هاي دول الجوار. الحكومة العراقية ولا حريصة على شعبها نهائيا. بعدين هو القرار قرار الشعب أستاذنا العزيز أبو عمر، يجب أن تنتبه إلى هذا الموضوع. هو القرار مو قرار الحكومة. الحكومة الآن هي منو جابها؟ جابها الشعب، بس كان الشعب اختيار غير دقيق. فعليهم أن يعرفوا بأنه الشعب لا يقبل الأمريكان ولا يقبل أي واحد محتل أن يبحر بلدنا وأن يشيء إلى اقتصادنا وإلى علاقاتنا الاجتماعية. ونشوف العراق الآن صار له 15 سنة بدون أي تحول، بدون أي تطور. يعني ماي نقي يشرب ماكو، خدمات ماكو، اقتصاد ديون يا أخي، ديون الآن من صندوق النقد الدولي يتتحكم بها صندوق النقد الدولي. إذا ماكو عراق، ماكو قيادة حريصة وطنية تدافع عن مصالح الشعب وعن استقرار الشعب. وبدليل آخر إنه ما معتم سيادة يا سيد العزيز، ما معتم سيادة يدخل من هب ودب بدون أي مقدمة لدخول للعراق، ويتباحثون كأنما العراق ملك إلهم، ضيعة إلهم، وصاية إلهم. فيا سيدي يا أبو عمر، هذا الموضوع يعلمنا الأمريكان يظلون يصلون يجيبون بلدنا، بس يبقى قرار الشعب. اطمئن لقرار الشعب، راح يكون قرار شجاع وجريء. ثق أنه إحنا الآن في كل محافظات الجنوب نتألم من نسمع الحكومة العراقية، بل هي مو حكومة عراقية، هم عصابة الآن سيطروا على السلطة لأن ما يحبون بلدهم، موافقوا على وجود الأمريكان. أكو واحد يسمع أجنبي يبحر ببيته، يتصرف بعائلته؟ يعني ماكو بس دول الخارج القانون، خارج المنطق، خارج الأخلاق، يسمحون إلى أجانب تدخل إلى بلدنا وتبحر بي وفق مزاجهم يا أستاذ عمر. نعم. أنا أشكرك سعد من ميسان، كان معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله، شلون نشوف التناقض بين من داخل الحكومة من والبرلمان من يطالب
خروج القوات الأمريكية ومن يطالب وعلى رأسهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح ببقاء القوات الأمريكية؟ والله أخي عمر هم الدمية بيد الأمريكان، يعني ترامب يقول ليس هناك دولة اسمها العراق، نحن جنودنا ضحينا، فالنفط بترول العراق هو لنا أصلا. في شريط صورة وصوت ترامب لا يعترف بالعراق أصلا، لكن هم الأمريكان يوم غزوا العراق ضربوا القوانين الدولية بعرض الحائط، وثم عندما عملوا العملية وعندما أجريت الانتخابات قالوا هناك أول عملية ديمقراطية حرة في الشرق الأوسط تجرى في العراق، فالحكومة العراقية طلب منا البقاء، فقالوا نحن موجودين في العراق بصفة شرعية من أجل حفظ الأمان. لكن الأخ تعقيبا على الأخ أبو زينب بن نجف قال الإمام علي يقول ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لكن التناقض الشديد أخي عمر، هم يرفعون رايات هيهات من الذلة، طيب هم يربطون نفسهم عقائديا بالإمام علي، وفي نفس الوقت يقول الأمريكان مراجعهم يقول أمريكا الشيطان أكبر، فالتفسير هنا من جهة يقول هيهات من الذلة ويقول أمريكا الشيطان أكبر ويطلب بقاء في العراق. يعني مالكي أيضا من قبل ذهب أمام الكونغرس وخطب قال نشكركم على التحرير وطلب بقاء القوات الأمريكية. فأي يعني في تناقضات شديدة يا أخي الكريم. هم يعني أهل السنة عندما قاموا بمقاومة الغزو الأمريكي توني بلير جورج بوش قالوا لم نتوقع السنة بهذا الشدة والقوة، فإيش عملوا هؤلاء الميليشيات؟ قاموا بطعن المقاومة العراقية من الخلف، ونحن رأينا أيضا مئات الآلاف من السنة في السجون الأمريكية عندما أمريكا أيام أوباما عندما أرادوا أن يسلموا السجناء إلى الحكومة العراقية، تخيل السجناء طلبوا البقاء عند الأمريكان ورفضوا أن يسلموا بيد المالكي، قال هناك تعذيب شديد وهناك يعني ممارسات عنيفة ضدهم، فتخيل كم يعني يكون حجم الجرائم الذي ارتكبوها هؤلاء الفتيات وقادتهم. فالأمريكان يغيروا من قواعد اللعبة السياسية، الأمريكان هؤلاء استخدموا هؤلاء ويعني استخدموهم، وأنا يعني أنا أتوقع أنهم بدأ العد التنازلي لهم، هم السبب في كل هذا المصائب والذي أصيب بالشعب العراقي. فأنا أتمنى من الله عز وجل أن تضربهم أمريكا في عقر دارهم إن شاء الله. أبو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم جميعا. الله حياك الله يا حبيبي. اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم. آمين. بالنسبة لسؤالك أستاذ العزيز، أنه نشوف الحكومة، هي اللي أمريكا اللي جابتهم وهم يقولون طلعهم. لا إيه اليوم، بس اليوم برهم صالح حكومة عادل عبد المهدي طالبوا القوات الأمريكية بالبقاء في العراق لاستقرار العراق كما قالوا، والجماعة جماعة إيران اللي موجودين بالحكومة وهم طبعا كلهم أصدقاء لإيران، بس احنا نريد نقرأ هذا التناقض بين التصريحات والدعوات، يقول لك احنا لازم يطلعون القوات الأمريكية من العراق. السادة العزيز، بقاء أمريكا أو خروجها أي شيء يتم اتفاق إيراني أمريكي، نعم. هذا خلي يتحج. وأخوتنا الكراد مرتاحين العادة عبد المهدي ويحمدون به ولا متوافقين لأنه تعرف على المناطق وغيره. نرجع إحنا نقول العراقيين كلهم يعرفون شون الدولة وشون الأمريكان وكل شيء. أتذكر أنا قرأت عن علي عليه السلام قالوا إذا ما معناها إذا هجمت بن الصفراء على معاوية لأكونن معه. بن الصفراء النوم يعني علي بن أبي طالب بأوج الصراع معاوية مع علي بن أبي طالب، ولكن عندما يدخل الأجنبي الكافر يقول أنا معه. إحنا مهما يكون إحنا ما نقبل الغزو أي بلد
اي واحد يتدخل، مثل ما عندنا غيره على عشائرنا، يمكن عشيره تتدخل بقضيه عشيره ثانيه شيء نقتل شيء. وهو هذا يعني هي الـ 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 الانسان ما يقبل انه فطرت الانسان ما يقبل ان يكون ذليل وعميل، ما يقبل انه حرمته تنباع مهما يكون. بعدين هذا التاريخ يتسجل، يعني الان من 656 الى احتلال بغداد الان شوف ايش قال، اكثر من 1200 سنه و 350 سنه احنا نحس بمعاره عندنا تمر علينا. وكذلك باحتلال بغداد الامريكان والله تدمر قلوب قبل العيون، احنا ما نقبل. وبعدين اكو فد شيء بعض الاخوه اللي تصفون تحت الكل الجمع كل من ورايه، انا اشوف يعني اكو تشيع مذهبي، اكو تشيع غير الايران، واكو شيء على قبله. وشوف الدليل امس من ساق بسيط الملعب النخله في البصره، لما اجى الفريق السعودي الشقيق شوف هذه البصره شلون استقبله. والله الشيعة لو تطير حرية شوية يوقف ضد إيران أكثر من باقي المحافظات. ولكن الأئمة أضعف عليه أو استشمر عليه يعني بحجة أنه شيعة وكذا وصوم، لا الناس قاعد يفكرون أنه امتداد إمبراطورية وتدعم من العراق، فالعدو الأساسي هي أمريكا وكذلك إيران. هاي الحقيقة، أنا عدو منه كلنا. ابو علي اليوم صار لنا 16 سنه، البارحه مرت الذكرى، ذكرى اول يوم قصف يوم 23 عام 2003 بدايه الغزو الامريكي على العراق. هاي صار لنا احنا 16 سنه. زين الامريكان يعني شافوا ايش سووا بالعراق وشافوا ايش سووا بالمنطقه والعالم شاف، يعني برايك ما وصلوا الى ادراك انه لعبتهم سياستهم لازم تتغير بالمنطقه؟ ايش قدموا هم؟ مو بديهم هم هم كيفيله. يعني هم انا شوف اقول لك، يعني هم هاي حكومتنا تستهزئ بينا، تضحك علينا بشيء واحد، يتخيلون انه بعد ما كنت انقلاب وقرار رقم واحد هم يجي يصورون. هي هاي مشكلتنا. وبعدين الشعب يتحمل المسؤوليه الكبيره، وبالخصوص الشيعه، وبالخصوص على الفرات الاوسط واهل الجنوب يتحملون اكثر من باقي العراقيين. ليش؟ لانه هاي الحكومه اللي تجي قاعد تاتي باسمهم. وكذلك المرجعيه، يعني المرجعيه امريكا بريطانيا ايران الحكومه مالتنا كلهم يصبون بنبع انفسهم. والله هذا مخطط. يعني انا بكنت في مكان قبل غزو العراق تقريبا سنة ونص، اجى احمد الكلبي واحنا كنا في مكان، قال سترجعون الى العراق، وضام يحكي وكذا، واحنا ضحكنا عليه. يعني وبعدين من صار الغزو قبل ايام او اشهر اجى قال يوديكم الكسبه لليونان، وكان حزب الوفاق ما اعرف اسمه، وتعالوا نعطيكم بالدولار وراح نحتل العراق. احنا ضحكنا عليه، وفعلا مرت الايام وشفناه على ظهر الدبابه. فهاي هاي برنامج وقادتها، يعني مو يعني هو الكلبي ومجيد الخوي والمرجعيه وكله وايران واتفقت. مو انا اريد العيد، قالت ايران لولا صار الله ما سقطت بغداد ولا كابل. هاي يعني مرتبه، واللي مؤتمر انبيل ولندن وواشنطن من زمان، يعني وبالتعاون الشيعي اكثر، وبالخصوص حزب الدعوه. وهي الحقيقة. بس احنا الشعب العراقي مو مسكين، الشعب العراقي مو بس ما قاعد تجي الفرصة اللي عبر. وشوف انت يعني كل من حرق العلم وكل من طلع مظاهرات، وحتى الاحزاب العلمانية احنا عندنا بالفرات الاوسط كتلوهم وقالوا دول ضد الدين. نعم. فكأنه هم قاعد يحكمون باسم الامام علي، وكأنه بس الشعب العراقي خصوصا الشيعة. أنا كان من الجنوب وابن الوسط وابن كربلاء ما يريدوهم، والله ما يريدوهم. مش كم بعد استفاد من عنده. وأنا أشكرك عمر. أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. مستمرون معكم بأعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو خوله من كربلاء، تفضل ابو خوله. الله يسعدك خيي، شلونك؟ حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. احنا نقول البرلمانيين العراقيين حاليا صاروا من 2003 لحد الان، شنو يسوي للشعب العراقي؟ شنو يسوي للبلد هذا؟ شنو يسوي له؟ وانا رايحين للشمال، كردستان ما كردستان غيره، احنا الشعب مالنا يعني شعبنا لا حول ولا قوه. هم الشيعة هم السنة الطرفين فين يسوونا معودين بطاقة تومينية أربع حوان بطاقة تومينية ما يدروا عليها صار سبع ثمان سنة لغت البطاقة التومينية راحت بالدور قلتهم بس ما شهر واحد جهان يعني الدولة ما تقف الشعب العراقي يعني ماكو بس لولا يعني حاليا لولا ما خير هانيا هاي الناس العراقيين هواية خير مرة قبل سنة نقول 20 مليون هسه فوق 30 مليون يعني ماكو غيرهم دولة بس دولة سياسيين دولة حمد حلبوسي غيره عندهم اكو واحد عنده شهادة دكتوراه حتى هذا الزلال ما مكمل دولة يا عالم يعني ماكو يعني ماكو احساس العالم هاي نعم يعني ما جماعة هالاحزاب هاي ما دمرت البلد غير هالعمايم هاي هالاحزاب هاي يا اخي ما يصير سوونا فد حد يسوونا حد يا عمي احنا كربلاء احنا كربلاء مو كربلاء تبصر راح منكر ولا هالكهرباء ماكو مواد غذائية ماكو عز هل إيراني دانسين 24 وين ما تمشي إيراني وين ما تمشي إيراني الوضعية يعني إيراني مسيطرين على المحافظة يعني حاجة سادي كل المحافظة كل البلد مسيطرين عليه نعم اللي يسمون مخدرات من هناك من الحدود من هاي الوضع من الأرجنتين هذا شعبنا هذا حاجة عبد المهدي يقول نعم. مخدرات من الأرجنتين ومن من عندنا من العراق من البلد من الزباطيه وما الزباطيه والشنامسه والمدريه. نعم. اللي بدك والله في ارجنتين. زين كربلاء كربلاء محافظه يعني مستقره ما بها شيء. يعني ما يقدرون احنا نعم. اربع خمسه. شنو المانع من توفير الخدمات من قبل الحكومه المحليه او الحكومه المركزيه للمحافظه؟ ماكو كل شيء ماكو. فلوس هم هم دلاليرهم. نعم. فلوس. يعني ماكو لا خدمات لا خدمات. هذا ابسط شيء هذا الماي الحلو ماكو ماي الحلو ماكو. يعني ما يصير الله يقبل محمد علي شو هالوضعية هاي يعني على طول شهر لطم ما يوم ماكو هاي سهل المرجع هاي نيوزيلندا صار بيها تفجير الناس كلها اخذت حداد هاي زرع صوت حداد على العالم هاي طلعت وحده برلمانيه من النساء من العالم صيب ما صيب غيره حنان درساوي تاسست على الشعب هذا لا ثم على التفجيرات صار عندنا بالتراده زين وين ابو خوله دور رجال الدين وينهم؟ عمي ما عندنا رجال دين ما عندنا مرجعيه عراقيه ما عندنا نعم ما عندنا واقول الحق الا رب العالمين نمسك الا الله والبعض بس الى الله ونعم بالله. انا اشكرك ابو خوله من كربلاء كان معنا اتصال عقيل من فرنسا. تفضل عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أرد أقول على الحكومة العراقية اللي الناس العراقيين كلهم اليوم اعترفوا بيها وقالوها إنه هي عصابة. نعم. تطلب بقاء الأمريكان. أخذوها مني من عقيل. أمريكا اليوم مستعدة تضحي ببنتها إسرائيل اللي هي عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية مستعدة تضحي باليهود وبإسرائيل الخاطر إيران. نعم. زين مستعد تضحي باليهود على الخدمة الخدمة اليوم يا إيران. زين مو الحكومة العراقية الحكومة الإيرانية إيران دا تحكم كل الناس عرفتها وشافتها الحمد لله والشكر. زين يريدون بقاء الأمريكان بقاء أمريكا هي تحميهم من نقولها أمريكا سلمت العراق لإيران واليوم اللي يحكم إيران طبعا تريد بقاء أمريكا. نعم هاي واحدة. اثنين سلامي لأبو عمر من كردستان وأبو علي من كربلاء. ورد أكمل على كلام أبو علي وكلام أبو زينب من النجف. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قولهم قال يا أشباه الرجال ولا رجال. زين اليوم بالنجف وكربلاء والعراق كله منو محتله؟ مو الإيرانيين يصلون ويجلون؟ ليش ما تقبون عليهم؟ ليش ما تحملون سلاح بدل ما تحملون سلاح عليهم وصفوهم واحد واحد ها ولدكم تدزوهم ميليشيات
اللي ديحكم اليوم ديحمي هاي الحكومة العصابة الإيرانية هي مرجعيتكم السستاني هذا الفارسي، لأن ماكو عربي اسمه سستاني، وما فد يوم شفتوا السستاني بالحج ديحج لو خميني على متمشون وراء هذا المذهب الصفوي. زين الأمريكان استقبلتوهم بالهلاهل والورود، زين، واليوم الإيرانيين تمسحون رجولهم وردكم تدزوهم ميليشيات يحمون هاي الحكومة العصابة الإيرانية. زين العتب مو على الأمريكي، العتب مو على اليهودي، ها العتب عليكم. نعم. أنتوا بعتوا ببلدكم، بعتوا بشرفكم، بعتوا دينكم للصفاوي للعجم. نعم. وحياكم يعني مقبرة النجف. البعض من الأحزاب اللي اجت مع الأمريكان واللي هي موالية لإيران، هذا أمر واضح مو الكل. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. سلام لحضرتك والقناة الرافدين وكادرها. يا أهلا وسهلا. أستاذ عمر، هي أمريكا شلون تطلع من العراق؟ ما تطلع من العراق أمريكا، أمريكا مستحلة العراق هي وإيران. نعم. والأكثر هي إيران مسيطرة على الوضع، لا طلعت أمريكا. فهاي الحكومة كلها راح تسقطها، الشعب يطلعها للحكومة. ما عندنا احنا حكومة، بالنسبة ان احنا ما عندنا حكومة. ايران تحميهم العراقيين. ايران تحميهم. نعم. اقول لك ايران تحميهم. لا ايران ما تقدر وحدها تحميهم. نعم. لازم وياهم امريكا. استاذ مصطفى، استاذ عمر. نعم. فهو ايران دخلت بالعراق، ترى ايران من زاخو الى الفاو. إيران الصول بالعراق والجول. زين أنت صدقني أستاذ عمر، وين أي مكان تروح؟ ذاك اليوم دارحت ويا واحد داني نقول له وين المنظمة مال الهجرة والمهاجرين، يقول والله أنا إيراني. ما إحنا إيرانيين ما نعرف يعني إيش تقولون. زين فهو العراق كل هاي الحكومة، هذا مو حكومة بالنسبة لنا، هذول أصلا ما يصلحون للبلدية، لا هم ولا هاي النساء اللي وياهم الحاطين السيدات. مين جتهن السيدات؟ هذني كل شيء ما يصلحان استاذ مصطفى، ولا هم ماكو واحد هو يطرس العين ويدم على صدره ويقول اي والله هذا العراق المظلوم. ماكو ولا واحد، انا ما اسمع واحد في اليوم يقول واحد يطلع يحكي عن الاخ هذا باق وانا بالنزاهه وهذا خلي يسوي يبرئ نفسه. زين انتم تعرفون انتم نفسكم بكتوا، ذاك بعرفون نفسكم. كافي بوك كافي، مو حكومة، هاي حكومة مال حرامية، عصابات دخلت لنا، عصابات تبوق البلد، عصابات تبهذل كل العراقيين. هم مدعومين من إيران مو من أمريكا، من إيران مدعومين يخشون يبهذلون العراق، لأن إيران يعني شايلة حقد على العراق يعني على مود حرب إيران الثمانينات. الله يرحم هذا الرئيس من كان يحاربهم، حاقدين على العراقيين إيرانيين. أستاذ عمر خلي يروح العراق بإيران وشوف يقولون شلون يبهذلون. إحنا ما ندري بس نسمع السوالف، ما رايحين يقولون يبهذلون الإيران وما يطب يزور الربع. يقول لك بالصندات وهنا هم يفولون بعدنا بالعراق ويزورون بكيفهم. روح شوف بالإمام الكاظم، يعني أقرب شيء بالإمام الكاظم، والله العظيم كل المفتشات إيرانيات. زين من غير كربلاء ومسددين الطرق، يعني تمشي أزيد من ثلاثة أربع ساعة تواصل سادين الطرق أزيد، وبجريب الساعة تمشي يلا تواصل الإمام. ليش سادين الدروب؟ ليش هم يجون هم وعمايمهم بالسيارات يفوتون؟ ليش الإيرانيين تطبهم سيارات اليم الإمام؟ يعني هم الإيرانيين أهل البيت وإحنا الخطار عندهم. إيه هذا الواقع اللي صار مع الأسف. أنا أشكرك أم محمد من السليمانية، كانت معنا. معنا اتصال أبو زينة، تفضل أبو زينة من السليمانية، تسمعني أبو زينة؟ انقطع الاتصال مع أبو زينة من السليماني. طبعا في لقاء عقد يوم الاثنين في دمشق بين قادة عسكريين من إيران ومن العراق ومن سوريا، دعوا فيه إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 2000 جندي في سوريا لغاية الآن و5000 جندي في العراق. طبعا يوم الاثنين أيضا اتصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس هاتفيا برئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ليؤكد له الثبات على الشراكة بين البلدين. وكتب نائب الرئيس
على صفحته الرسمية في موقع تويتر، تحدثت مع رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي وشكرته على دعمه القوي للشراكة الدائمية بين الولايات المتحدة والشعب العراقي. الولايات المتحدة تقف مع العراق لإلحاق الهزيمة بما تبقى من ذيول داعش. نعم، معنا اتصال قبل مع عبد الله معنا، بس نقرأ التصريح اللي اجى على لسان السفارة الأمريكية في بغداد. قالت بأن الحكومة في العراق أبلغت وفد لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي والذي زار بغداد وأربيل مؤخرا بضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق ضمن التحالف الدولي. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك ولقناة الشريفة ولكل العراق الشريف. أهلا وسهلا أستاذ. إحنا بالنسبة للترحيل القوات الأمريكية يعني هذا الشيء ما أخذيه أنه لازم أن القوات الأمريكية باقية، لا الحكومة تقدر تتصرف ولا البرلمان لأن ماكو قيادات سياسية ولا قدموا لهم إلى أي وثيقة أنه تؤكد للبرلمان أنه يخرج القوات تخرج أو لا تخرج. ما نعرض على البرلمان أي شيء، وبالعكس البرلمانيين هم أصلاً مرتاحين، الحكومة مرتاحة، الحكومة في أحضان إيران، البرلمان في أحضان إيران، القوات الأمريكية ماخذة راحتها في العراق، الصول والجول ويأخذون الدخل، يجون يعني شهرياً سنوياً ما أعرف يأخذون الدخل العراقي من الدخل العراقي يذهبون، طبعاً هذا مستمر. بالإضافة إلى روحانية أصبح العراق هو أيضاً إجا وجمع الدخل من العراق ولملمة وآخر شيء 200 مليون دولار وراح إلى العراق، وهذا راح تستمر يكون في علمكم يا عراقيين. يعني أنا أشوف كل اللوم خليه على الحكومة واللوم خليه على البرلمان واللوم على السياسيين وعلى المرجعية. زين أنتوا يا شعب العراق شنو دوركم؟ انتوا ليش نزلتوا راسكم يا عراقيين للامريكان وللايرانيين والى العجم والى الفرس واذا كافت انتوا يا دول عربيه ليش سمحتوا لايران وليش سمحتوا لامريكا انها تاخذ قواعدها في الدول العربيه والدول الاجنبيه في سبيل انه سيطر على الدول العربيه؟ وصار ما صار، الهلال الشيعي موجود، الهلال الفارسي طبعا هذا يسموه الهلال الشيعي والهلال الفارسي على ثلاثة عواصم. يعني إحنا وين رحنا؟ أنتوا يا شعب العراقي وين يا عرب؟ إذا تقولون أنتوا يا عرب، أنتوا حتى يعني أنتوا في شلتوا في حكمكم. أنا أشكرك أم عبد الله، أشكرك وعذرا على المقاطعة في اتصالات. معنا محمد من كركوك، تفضل محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة وحفظك الله وبارك الله بيكم على هالبرنامج الحلو، وأنا أحييك. الله محييك من كركوك. الله يسلمك من كركوك، عربها كردها تركمانها حياك الله كركوك. كل الهلبي أحييك أنت وأهل كركوك. الله يسلمك. الله يسلمك أنت والكادر إذاعة الرافدين قناة الرافدين، أحييكم على هالبرنامج الحلو حياك الله. محمد شنو رأيك بالتصريحات اللي تصير جماعتنا بالحكومة؟ يقول لك قسم، يقول لك احنا والله الامريكان لازم يبقون، وجماعة ثانيين زعلانين على مود ايران يقول لك لا لازم يطلعون من العراق. شنو رأيك استاذ العزيز؟ استاذ العزيز اني رأيي ورأي الكثيرين، نعم، بقاء القوات الامريكية في كركوك حفظا على سلامة وأمن العراق. نعم. القوات الأمريكية ولا هم دمروا العراق والشعب العراق، ولكن حاليا بقائهم أفضل مما يسعون. نعم. لأن إحنا هسة العراق كل المحافظات وخاصة المحافظات السنية وايضا المحافظات الشيعيه، ما اقدر اقول احنا اهل واحد، نعم، بس مهددين من قبل ايران. نعم. انا اؤيد صوتي، اضم صوتي على صوت الاخت اللي سبقتني بالاتصال
والله العظيم والله العظيم أنا رجل كبير السن ومؤمن بالله مسلم عراقي. أقول الإيران راح يحتل العراق كل محافظاته. نعم. وأحيي كل إخواني في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط شيعة وسنة وكرد وتركمان وعرب أن لا ينظرون الأمريكان بعين الخارج، وإنما إذا مو الأمريكان إحنا نروح كل ثروات العراق كلها تروح ويصير أرض محتلة من قبل إيران. نعم. أشكرك جدا. أنا أشكرك أخوي محمد، وإن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية. خلونا نقرأ رسالة واتساب حول هذا الموضوع. يقول السلام عليكم، يقول أخي هذه الحكومة والأحزاب هي أمريكا جابتهم، ودعوة إخراج الأمريكان هذا كله ضحك واستهلاك إعلامي. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحياتي لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين. يقول كل ما جرى ويجري للعراق سببه الرئيسي هو الشعب، كما يقول الشعب الذي يصفق للفاسد والمجرم والعميل والمحروم من خيرات بلده، هو يرى أو يرى أرض البشر يتحكمون أو يرى أرض البشر يتحكمون في خيرات بلده يستحق ما جرى له. لن تقوم قائمة للعراق إذا لم يتم القضاء على الطغمة الفاسدة المجرمة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي من سياسيين وبرلمانيين ومعممي السلطة في العراق. يقول مبروكنا الإمارات، مرت أمس الذكرى 16 على الاحتلال والغزو الأمريكي والإيراني على العراق كما يقول، مخلفا المآسي وأعداد من الأبرياء في المناطق إضافة للآثار الكارثية التي خلفها هذا الاحتلال وما ترتب عليه من مآسي القتل والخطف والاعتقال والنزوح والتشريد في ظل وجود حكومات أتت على ظهر الدبابات الأمريكية بعد 2003. الشعب العراقي يجب أن يكون له الكلمة الفصل في إزاحة هؤلاء الطغمة وإيجاد قادة وطنيين يكون همهم إعادة حقوق العراقيين الشرفاء الأصلاء وتغيير منظومة الحكم الرحمة لأرواح الأبرياء وقالة المقاومة وعلى رأسهم الشيخ حارث الضاري، وجب الحفاظ على سيادة واستقرار العراق. نعم. رسالة من أبو قاسم من فلسطين يقول الأمريكان والتحالف هما صمام أمان لهذه العصابات الإجرامية لكي لا تقتل بعضها، فهذه العصابات تشكل حائط الصد وكلاب الأثر كما يقول لأسيادهم الأمريكان والتحالف. فلا يحزن ولا ييأس شبابنا وحرائرنا من أهل الهمة والشرف في العراق والشام من سطوة هشة لهؤلاء الأراذل والأنذال، فلقد كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. أبو حاتم من الموصل يقول ما بني على باطل فهو باطل. الذي يقول لدينا حكومة واهم، يقول الاحتلال هو الذي يتصرف وبيده إدارة البلد لا بيد برهم ولا بيد عادل، الوضع تحت سيطرة الاحتلال والاحتلال زائل إن شاء الله. رسالة يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر، من يريد الأمريكان يسحبون من العراق؟ يقول الأمريكان حامين المرجعية والحكومة في المنطقة الخضراء والميليشيات الإرهابية في العراق، والقلة القليلة تريد الأمريكان يسحبون من العراق، يريدون الإيرانيين يسيطرون على كل العراق بدلا من الأمريكان، لأن ولائهم لإيران والمرجعية إذا بقت يقول 100 عام ما راح تعطي فتوى بإخراج القوات الأمريكية من العراق. تحياتنا لكم. أبو عمار من السويد. يقول أخي لا يوجد عراق شريف يرضى بالمحتل وخاصة الأمريكان، ولكن السؤال هل أمريكا قطعت وسممت المياه على أهل الجنوب؟ وهل أدخلت المخدرات؟ وهل سلحت وشكلت ميليشيات؟ وهل استحوذت على أبار النفط؟ يقول وهل أمريكا خلقت فتنة طائفية وهجرت 6 محافظات غربية؟ طبعا أمريكا مساهمة في هذا الشيء، يعني هم الأمريكان لو مو يجون تصير كل هذه الأمور ويسلمون البلد لإيران وبرضاهم، لو الأمريكان حاسمين الأمر بعدم تدخل القوات الإيرانية أو الإيرانيين في العراق لن يتدخلوا. علي البرزنتشي يقول
يقول تقسى أمريكا في 2003 أن تدخل العراق لولا استسلام الشعب وقبوله بدخولها. هذا كلام غير صحيح، لأن إحنا شفنا بـ 2003 كيف هي القوة الأمريكية، وإحنا قبلها بـ 13 سنة. نعم أكو ناس شاركت من أحزاب تابعة لإيران في إيران كانت، وكان لها بعض الأذرع في العراق قليلة لا تؤثر على الحكومة السابقة، ولكن إحنا شفنا اللي صار بالعراق، الحرب 91 كيف دمرت العراق، وكيف العقوبات الأمريكية على العراق والحصار الجائر 13 سنة كيف أنهك ودمر الدولة العراقية في شتى مجالاتها. وإجا عام 2003 لتدفع القوات الأمريكية ومعها نحو 35 دولة، عدد دول اللي قدمت الدعم اللوجستي لها، كيف غزت واحتلت العراق بقوة عسكرية مهولة لن يستطيع يمكن أي بلد أن يصمد أمام هذه القوة العسكرية. نعم، فاستسلام الشعب، يعني احنا كنا تدري اكو ناس كثيرين يتكلمون يقول لك والله الجيش خان في ذلك الوقت، وهذا امر غير صحيح. احنا كنا شفنا الوضعية وعايشناها من 90 لغاية غزو واحتلال العراق وما جرى وراها، مع احترامنا لجميع الآراء. نعم، يقول السلام عليكم اخي العزيز، انا اخوك من اهالي بغداد، صار لي 13 سنة أدور على أخوتي وما لقيتهم، لقيت بس واحد مقتول والاثنين لغاية الآن مجهولين أين ذهبوا، والله والدتي راح تموت. أخوك أبو أحمد، الله يفرج عنكم، الله يفرج عنكم. هذه حالة من عشرات الألوف، يعني العراق سجل أعلى بلد في عدد المختطفين وفي عدد المفقودين. هذه الديمقراطية الأمريكية اللي جابوا لنا، هذه الحرية اللي جلبتها لنا القوات الأمريكية والحكومة الأمريكية. نعم، عندنا وقت، نعم الوقت، البرنامج انتهى. اليوم تحدثنا حول موضوع القوات الأمريكية، هناك من يريد بقائها، وتصريحات جديدة لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية حول ضرورة بقاء القوات الأمريكية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.